الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. اتهمت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية جهات داخلية وخارجية بأنها تعمل على تدمير الصناعة العراقية وعرقلة المشاريع التي تسعى لإنعاش الصناعة المحلية وتطويرها. وقال عضو اللجنة علي شداد إن هناك جهات خارجية تخطط وتمول وبمساعدة جهات داخلية على محاربة المشاريع الصناعية وتطوير المنتج المحلي من أجل إبقاء العراق أسيراً للمنتجات المستوردة، مؤكداً أن فتح المعابر غير الرسمية وإدخال البضائع التي لا تخضع لضوابط وشروط الحكومة أثرت سلباً على الإنتاج المحلي. أعلن المدير العام للشركة العامة لصناعات المطاطية والإطارات حيدر ناصر ظاهر أن العراق يستورد 10 ملايين إطار سنوياً، وأضاف ظاهر أن معمل بابل للإطارات متوقف بسبب عدم التسويق، ويوجد منتج من إطارات محافظة القادسية لم يسوق منذ عام 2017، مبيناً أن العراق يحتاج إلى 200 مليون دولار لإنشاء خط ينتج 1 مليون إطار سنوياً. أكد متخصصون عراقيون في الاقتصاد أن الأزمات الاقتصادية التي ضربت البلاد جعلت هذا العيد ليس كسابقه من الأعياد بسبب حالة الانكماش وقلة السيولة المادية. وبين المختصون أن السوق العراقية هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى تعاني ركوداً ملحوظاً بسبب الأزمة الاقتصادية وغياب الموازنة المالية للدولة لعام 2022، مبينين أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والغلاء المعيشي ساهمت كلها في انخفاض القدرة الشرائية لكثير من شرائع المجتمع. أكد خبراء اقتصاديون أن سوء الإدارة المالية ستبدد إيرادات النفط الإضافية، حيث أن مشكلة العراق ليست في المال وإنما في كيفية إدارته، خاصة وأنه رابع دولة مصدرة للنفط في العالم. وأوضح الخبراء أن العراق حقق خلال النصف الأول من العام الحالي بوفرة الإيرادات 61 مليار دولار، وقد يكون بنهاية العام 120 ملياراً، وجرى تبديدها بقانون الأمن الغذائي لمكاسب سياسية. وأوضحوا أنه بدلاً من استيراد مشتقات نفطية تكلف العراق سنوياً 6 مليار دولار أو 6 مليارات دولار، بالإمكان بهذا المبلغ إنشاء مصفى بطاقة تكرير 140 ألف برميل يومياً، وخلال 3 إلى 4 سنوات سيكتفي العراق ويصدر الفائض. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مشروعاً جديداً بقيمة 17 مليون دولار أمريكي لإنقاذ المحاصيل الزراعية في أوكرانيا بتمويل من اليابان. ونشرت الأمم المتحدة تقريراً مفصلاً عن المشروع الذي يتم تنفيذه بالاشتراك مع وزارة الزراعة والأغذية في أوكرانيا، حيث يهدف إلى استعادة قدرة تخزين الحبوب ووظائف سلاسل التوريد من الحصاد إلى التصدير، كما يسعى إلى الحفاظ على القدرة الإنتاجية للمزارعين الأوكرانيين لتمكين الإنتاج المستقبلي. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز، إلى اللقاء.